المسكين لا 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 علينا يعني. والله يا اخي تفضل ابو اذا 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 صمتنا يعني نجد من نتكلم الحمد لله. تفضل تفضل. واذا سكتنا والله هذا يمكن خير لنا وخير للجمهور ان نصمت، لكنه من باب المشاركه. لا والله يعني انا بيض الله وجهك معلومه جيده. ان ابو علي والزملاء تكلموا عن التعدد واقول والله انها انا اتكلم ما في شيء. انا بقول لكم يعني شيء يعني ان الواحد اذا يعني الواحد يتقي الله في هذه المراه ويخاف الله عز وجل فيها ويراعي مشاعرها. وهذا واذكر لكم قصه يعني ان واحد فتوه في هذه قصه واقعيه فتوه في مصر. هذا الفتوه هذا سبحان الله ما جاه ولد وبنت عمه متزوجها تقول يا ابن عمي جيب تزوج عايزين فتوة مثلك قال لا انا عايز انت وعايز انت وعايز انت. المهم يا الربع ولا طلعك الا بعد سنوات 10 سنوات 20 سنة قالت الا لازم تتزوج عايزين فتوة. يقول خلاص انا قررت هذا الرجل هذا قال الفتوة هذا قال قررت اني انت تخطبي لي. وهذه قصة واقعية. يوم خطبت له وقروا يوم الزواج وحتى جابت له يعني يقول عزبت له الطيب والطيب في العصرية. وكان هذه يعني من شيم يعني النساء العاقلات عسى الله يثبتنا وإياهم. يقول وأنا كنت في السارية فوق يقول في الغرفة فوق يقول نزلت وأنا نازل في وسط البيت كذا يقول وأشوف وأنا ماشي وأشوف زوجتي فوق في السارية وحاطها كذا وتقول كذا اللهم برد علي الله يبرد علي وهي تبكي. هي ما ودها لكن الله أراد لها وهي اللي خطب وهي خطبت له لكن الله تبكي بكاء يعني في الشعور المرأة يعني الواحد إذا يعني المرأة هذه لابد أن نحافظ على شعورها. هي تبكي فالرجال شافها وهي تبكي ففسخ القلبية كذا ما فسخ كذا فسخ القلبية زي الفسخة هذه قال والله ما أتزوج. فأي نعم يا أبو علي ترى يعني الواحد الإنسان اللي يخاف الله عز وجل لابد أن يراعي شعور هالمرأة اللي عطتها الخير وعطتها يعني العفاف وعطتها أشياء كثيرة. والله العظيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا جماعة الخير. والله أنا أتكلم الآن معكم الآن هذا وأنا أقول لكل واحد يتق الله في هذه المرأة يتق الله في بلاد المسلمين يتق الله عز وجل جزاك الله خير صلى الله عليه وسلم. ما عاد باخذ انا غير معلي ابدا والله كنت افكر. ابشر يا ابو عبد الله نتق الله فيها. ابشر يا ابو عبد الله ابشر ابو عبد الله.